أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب، تحية المشاركين المشاركات، الناس اللي كيساعدونا اللي كيدعمونا باللايكات، كيدعمونا بالتعليقات، تحية للجميع. كيف ما كتعرفوا أن رئيس الحكومة عزيز أخ منوش يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية باش يحضروا لذاك التجمع ديال الأمم المتحدة اللي كيكون كل عام. ومن بين المسائل اللي ناقش عزيز أخنوش وهو التعليم، اللي قال لك سيدي أن أخنوش يؤكد إحراز المغرب لتقدم كبير في إصلاح التعليم. كيف ما كنعرفوا أن التعليم في جميع الدول ولا في جميع الحضارات، أن التعليم هو الأساس، هو الركيزة لتقدم البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لأن التعليم هو الأساس، يعني التعليم هو لاباز ديال الدولة. إلا ما كانش الدولة مثلا كتهتم بالتعليم، ما غاديش تكون دولة، غادي تكون يعني ديكتاتورية في قبضة من يعني مجموعة من الناس اللي تعلموا خارج البلاد وكيحكموا تيقروا كيديروا كل شيء. وهذا الشيء اللي وقع في المغرب، يعني هذا الشيء اللي كيوقع في الدول الديكتاتورية، أن كنلقى واحد المجموعة قليلة من الإقطاعيين ولا من أصحاب رؤوس الأموال هما اللي كيسيطروا على كل شيء، كيسيطروا على الاقتصاد وكيسيطروا على السياسة. هذا الشيء اللي وقع في المغرب، كنلقاو أن الإقطاعيين أصحاب رؤوس الأموال هما الناس اللي كيقروا لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المجتمع، وكيقروا على حسب الأجندات اللي كتخدم ليهم المصالح ديالهم. التعليم في المغرب، نجي نهضروا على التعليم في المغرب. كان هناك واحد تحسن في المغرب في السبعينات والثمانينات، اللي نشوفوا مثلا كان مثلا فرنسا عاد خرجات، كانت مازال أساليب فرنسية، كان مازال التعليم مازال تابع مثلا لفرنسا، كان هناك تعليم أوكي. ولكن من بعد الانتفاضات اللي وقعت في المغرب، اللي كان السبب ديالها واللي كان الناس اللي قاموا بهذه الانتفاضات كانت هما الطلبة والتلاميذ، الأساتذة، المعلمين، هما اللي كانوا كيقوموا بهاد الحركات في المغرب، اللي خلى الحسن الثاني كيطلع عليه الدم وكيخرج مباشرة في الإعلام تيقول أنه تيكره المعلمين وتيكره الأساتذة، لأنهم هما اللي يدفعوا مثلا الطلبة باش يخرجوا يديروا الإضرابات وباش يخرجوا وخرج الحسن الثاني، خرج قالها يعني بطايطاي، قال لهم أنا تنكره التعليم وكنكره المعلمين وكنكره، يعني من خلال كره لهذا الجهاز ولهذه المؤسسة ديال التعليم. شنو غادي يدير؟ غادي يكسرها، سيفسدها. هذا الشيء علاش كنشوفوا مثلا أن التعليم لمدة 20 سنة ولا 30 سنة كنلقاوه لم يعرف تقدما، بل بالعكس كنلقاو شحال من وزير داز على التعليم، شحال من مرة تيغيروا التقارير المقررات، كيغيروا اللغة، غندرسوا الفرنسية، غندرسوا السبليونية، غندرسوا الإنجليزية، غنديروا عرب، فرنس، كذا، فهمتي؟ وقاسين كيضحكوا على ولاد الشعب. بالعكس كنلقاو ان دوك الناس، هاد الناس اللي كيقروا في المغرب مثلا، اللي كيفرضوا هاد القوانين في المغرب، كنلقاو الابناء ديالهم كيقراو في دول اجنبيه ولا كيقراو في مدارس خاصه اللي كتكون بعيده عن القوانين اللي كتفرضها الدول المغربيه. اوكي، هنا عزيز اخنوش سيدي كنلقاوه مثلا مشى في امريكان تيقول لهم ان التعليم، المغرب عرف واحد الاصلاح كبير في التعليم. اولا المغرب يعني التعليم ديالو فاسد. نقول لكم علاش، حتى مثلا يعني طريقه التعليم في المغرب، يعني ديك الطريقه اللي كاينه في المغرب هي طريقه يعني اللي عشتو في دول اجنبيه، وغادي ديروا المقارنه غتلقاو التعليم ديال المغرب يعني بحال كيضحكوا على ولاد الشعب، ما بغاوش يقريوهم، ما بغاوهمش يتعلموا، ما بغاوهم يديروا حتى شي حاجه، يعني بغاو يكلخوهم. وهذا الشيء كنشوفوا نسبه الاميه انها يعني مرتفعه في المغرب، كنلقاو مثلا مستوى الهدر المدرسي في المغرب مرتفع في المغرب، كنلقاو ان اطفال ما عمرهم ما دخلوا للقسم، كنلقاو ان ناس ما عمرهم ما قراو، ما عمرهم ما تعلموا. وهذا الشيء اللي باغ النظام ما باغيش ناس متعلمين، لانه عنده المتعلمين ديالو اللي كيمشيو كيقراو في دول اجنبيه ولا كيقراو في مدارس خاصه، هادو هما الناس مثلا اللي تيحكموا المغرب، هادو هما الناس اللي كياخذوا المناصب الكبرى في المغرب. الا جيت تشوفوا مثلا تاريخ المغرب،
شوفوا المناصب الكبرى اللي في المغرب للاحزاب وللمؤسسات والابناك الكبيره والمؤسسات التابعه للدوله، غادي نلقاوهم يعني غنلقاو المسؤوليه تتحولوا من الاجداد الى الابناء ولا الى الاحفاد. يعني اذا جيتوا تقلبوا ولا سيتوا تقلبوا تعمقوا مزيان، ما غاديش نقول لكم انا مثلا غنقول لكم الاسماء شكون هم هاد الناس، ولكن الا مشيتوا نتوما تعمقتوا وقلبتوا غنلقاو المسؤوليه في المغرب تتحولوا من الاجداد الى الاحفاد. يعني الحكم في المغرب تتسيطر عليه يعني الطبقه ديال طبقه رؤوس الاموال وطبقات يعني الاقطاعيين، هما اللي كيسيطروا على السياسه في المغرب. هذا الشيء علاش ان الطبقات الشعبيه النظام المغربي ما عنده سوف لن يستفيد من تعليمهم. هو شنو بغاهم؟ بغى ناس عمال يخدموا في المعامل، يخدموا في الشركات، يخدموا المصالح ديال الطبقه اللي كتحكم المغرب. هادشي اللي كنشوفو سيدي قال لك هنايا، شدد رئيس الحكومه عزيز اخنوش امس الاثنين في نيويورك ان المغرب احرز بفضل التوجيهات الملكيه الساميه تقدما كبيرا في مسار اصلاح منظومه التعليم وتجويدها في افق تحقيق نهضه تربويه حقيقيه. الى جينا نشوفو هاد القضيه ديال دائما كيدخلوا هاد القضيه ديال التوجيهات الملكيه، دائما تيحاولوا تيدخلوا القضيه التوجيهات الملكيه. علاش كيدخلوا في ما كتكون كيكون شي اصلاح تيدخلوا التوجيهات الملكيه؟ علاش؟ باش كيحاولوا يركزوا ديك الفكره ديال الملكيه عند الشعب المغربي، ان راه الملكيه هي اللي دارت لكم هذا الشيء. هادشي علاش كنلقاو ان في ما كتكون شي حاجه زوينه كنلقاو كيقول لك التوجيهات الملكيه، ولكن ملي كتكون شي ازمه في المغرب ما كنقولوش التوجيهات الملكيه، ولكن كنقولوا هذا المسؤول ولا هذا الحزب ولا هذا الشخص هو اللي مسؤول على هذا الشيء اللي وقع في المغرب. يعني هذا شيء متعودين عليه. وأوضح أخ النوش في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية أحرز المغرب تقدما كبيرا في مسار إصلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية تماشيا مع طموحات الأجندة الأممية ديال 2030 للتنمية المستدامة وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد. وأبرز أن المغرب من هذا المنطلق قام بإعداد خارطة الطريق تستهدف الارتقاء بمنظومة التربية الوطنية لفترة 2022-2026 على أساس مشاورات وطنية شاملة وفق منهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي، خاصة منهم المعلمين والتلاميذ وعائلتهم. إذا نشوفوا مثلا يعني الناس ديال التعليم في المغرب، يعني حتى هما ناس تعاني وحتى هما ناس عندهم مشاكل، حتى هما يعني موظفين. يعني كيف ما كنعرفوا ان الوظيفه في المغرب كيف ما بغى يكون نوعها لم تعد كافيه ان الانسان يعيش بها. يعني لان نشوفوا مثلا مستوى الاجور في المغرب مقابل غلاء الاسعار مقابل غلاء العقار، يعني لا علاقه. يعني بحال الانسان في المغرب كنعطيه مثلا واحد بحال كان في الدوم مثلا شي طوير ديرو في قفيوس وكنعطيه مره كنلوحو له جوج حبيبات كنوكلو. هذا الشيء اللي واقع في المغرب. واشار الى ان خريطه الطريق هذه تستند على ثلاثه محاور رئيسيه تروم تمكين التلميذ من الكفاءات والمهارات الاساسيه. اشنو هما اش كنعطيو للطفل المغربي مثلا من التعليم؟ ما كنعطيه والو. قال لك سيدي الكفاءات والمهارات الأساسية وتعزيز أداء المعلم وتطوير قدراته على تأمين التحول في التعليم وتجويد المدرسة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة. كما تتوخى هذه الخريطة يضيف أخ النوش خلال هذه القمة المعقدة على هامش الجمعية العامة للـ77 الأمم المتحدة بلوغ 3 أهداف في أفق 2026. دائما احنا هذه القضيه واش لاحظتوا هذه القضيه دائما كنهضر عليها، دائما احنا في المغرب يعني ماشي غير المغرب كاع الدول الديكتاتوريه دائما كيلوحوا النتائج للنجاح ديال شي بروغرام من هنا 4 سنوات ولا من هنا 10 سنوات ولا من هنا سميتو. دائما كنلوحوا هذه القضيه، ماشي مثلا شي حاجه اللي حقيقيه اللي غادي توقع هذا العام، ولكن دائما خصنا نتسناو دائما كيلوحوا لك داك الامال ولا داك الحلم راه من هنا 10 سنين غادي تصلح هذه القضيه. جيت في هذه القضيه يعني في 20 سنه اللي فاتت دائما كنلقاو هذه القضيه، المسؤولين دائما تيمشيو للمستقبل، اي حاجه راه غادي تكون زوينه ولكن المستقبل تيجي وما كتحقق فيه حتى شي حاجه.
تتمثل في تقليص معدل الهدر المدرسي بنسبة الثلث والرفع بنسبة 70% لعدد التلاميذ المتمكنين من المهارات الأساسية عبر تجويد التعلم وتحسين المعارف، ومضاعفة عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة شبه المدرسية والأنشطة الموازية. المغرب ما فيش أنشطة موازية، ما فيش أنشطة يعني ما كايناش أنشطة، ما كاينش كنشوف مثلا في الدول المتقدمة كنلقاو التلاميذ كيتعلم المدرسة ولكن في نفس الوقت كيتعلم الموسيقى، كيتعلم الرسم، كاين الرياضة، كاين بزاف د الحوايج، يعني كاين بزاف د الحوايج داخلين في المقررات. ولكن كيفاش هذا الشيء داخل المقررات في المغرب؟ واحد القضية أخرى مثلا، غير بغيت يعني مسألة صغيرة بغيت نهضر عليها، وهي مسألة مثلا الوجبات، وجبات الغذائية اللي كتقدمها الدول المتقدمة للأطفال ديالها في هي في التعليم الابتدائي ولا التعليم الثانوي. كنلقاو أن مثلا المؤسسات تقدم وجبات الفطور للأطفال وكنلقاوها كتقدم لهم وجبات الغذاء. كاين هناك الناس مثلا اللي عندهم الدخل مرتفع شويه كيخلصوا شويه، ولكن ابناء الفقراء ما تيخلصوا والو. على حسب الدخل ديال الوالدين ديالك انك واش غادي تخلص ولا ما غاديش تخلص يعني. وكنلقاو الطفل كيمشي كيلقى فطور في حليب في عصير في خبز في كونفيتير في زبده في يعني اشياء متعدده، البيض في كل شيء. اوكي الغداء كذلك كنلقاو يعني وجبات فيها لحم فيها سلطات فيها يعني وجبات كامله. هذا الشيء باش لان مثلا لان الدماغ ديال الانسان يعني جميع الطاقه اللي كتمشي لجسم الانسان يعني 70% من هالطاقه يعني كيستهلكها الدماغ. ولكن مثلا هاد الطفل مثلا ما فاطرش مزيان، فاطر بالخبز واتاي ومغدي بالخبز واتاي، كيفاش هاد الدماغ ديالو غيلقى هاد الطاقه باش غادي يخدم؟ وعاد زيدها المعاناه وعاد زيدها المشاكل وعاد زيدها وعاد زيدها. يعني واحد الدوله اللي ما كتقدمش وجبات غذائيه للاطفال ديالها في المدارس هذه ليست دوله. رغم كنلقاو ان الملايير يعني تصرف يعني في اشياء يعني لا قيمه لها، بحال مثلا بناء دوك الفنادق الفاخره وبناء ملاعب الجولف وبناء يعني اشياء اللي بحال مثلا ملاعب الجولف اللي هي السبب حاليا في جفاف اللي حاصل في المغرب. اللي نشوفوا مثلا الناس اللي ما عارفين في واحد القضيه ان المغرب راه ولا يناهض بعض الدول مثلا الاجنبيه في 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 عدد ملاعب الجولف. ولا جي نشوف مثلا ملاعب الجولف مثلا اللي كاينه في الصحراء ولا اللي كاينه في سميتو وكنلقاوها خضراء العام كله، كتعرفوا المساحه ديال ملاعب الجولف. وتيجيو هنايا تيقول لك المغرب تيعرف الجفاف، المياه الجوفيه، المياه الجوفيه في المغرب السبب ديالها وهو ضخ المياه الجوفيه لسقي ملاعب الجولف في المغرب اللي ولات كتعدى 30 ولا ما عرفت 35 ملعب جولف في المغرب. وكنعرفوا ان ملاعب الجولف يعني تحتاج الى الماء الى السقي يوميا و24 ساعه، يعني ماشي كتحتاج مثلا الماء ديال مره في الشهر ولا مره في العام، نو الملاعب الجولف كتحتاج للسقي يوميا. وما عمرهم تطرقوا لهذه القضيه، ما عمرهم خرجوا قالوا ملاعب الجولف هي المسؤوله، نو ما عمرهم غادي يقولوها وما عمرهم غادي يقولوها. وسجل رئيس الحكومة أيضا أن الحكومة تعمل من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق الأهداف المسطرة على إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين تفعيلا لمبادئ الحكمة الجيدة، كما تبذل كل المجهودات لتعبئة التمويلات الضرورية واستكشاف مقاربات متجددة لدعم الإصلاح وضمان تمويل مستدام. ويتعلق الأمر حسب أخ النوش بإبرام شركات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين. أي في المغرب كاين هناك يعني شراكات بين مؤسسات تعليمية عالمية، ولكن فين كتمثل هذه الشراكات؟ فاش كتمثل الشراكات؟ في الهضرة، في الناب، في الاجتماع. ولكن اللي جينا نهضروا مثلا على التطبيق ولا على داك الشيء اللي كيطرا ما كاينش، كيبقى داك الشيء غير في الأوراق. شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين. مشير من جانب آخر إلى أنه وتنفيذا للرؤية الملكية، هنا سمعوا ثاني كيدخل ديك القضية ديال التخدير، الرؤية الملكية للرؤية الملكية السامية بشأن التعاون جنوب جنوب، فإن المغرب يسعى جاهدا إلى تنفيذ مشاريع تعاون واعدة في مجال التعليم والتدريب مع البلدان الشريكة، ويطلق مبادرات ملموسة على غرار مبادرة جلالة الملك محمد السادس بإنشاء معهد إفريقي للتعليم مدى الحياة. وبعد
وبعد أن أكد أخ النوش مجددا دعم المغرب للنداء العاجل للتحرك وتسريع الجهود من أجل إحداث تحول منشود في التعليم والمبادرة الدولية لتمويل التعليم، جدد التزام المملكة وحرصها على دعم الشراكة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ديال 2030، لا سيما في إطار لجنة رفيعة المستوى المعنية بتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم. ويترأس أخ النوش بوفد المغرب إلى أشغال جمعية العامة المتحدة بتعليمات سامية من صاحب الدولة الملك محمد السادس. برا إلى جينا نشوفوا مثلا شنو واقع في المغرب خاصة في التعليم، يعني كيضحكوا علينا وكيضحكوا على الشعب وكيضحكوا على الناس وكيضحكوا على الناس، يعني إلى جينا نشوفوا هذا هو الضحك، هذا هو الضحك، يعني الضحك بعينيه، يعني كيضحكوا على الشعب في المحافل الدولية. لجينا نشوفوا مثلا فاش كنشوفوا مثلا هاد الامم المتحده اللي كتكون كتوقع كل عام، بنادم يعني الدول المتقدمه كيمشيو تيهضروا على اشياء اخرى، فهمتي، تيهضروا على يعني على شي مسائل اخرى اللي بعيد عن، ولكن كنلقاو مثلا المسؤولين في الدول المتخلفه مازال كيهضروا على التعليم، والناس في الدول المتقدمه مابقاوش كيهضروا على التعليم، وصافي التعليم شي حاجه اللي غاديه بوحدها، فهمتي، البروغرام غادي كدا، كل شيء تمويل كاين، كل شيء كاين، الناس كيقراو، الناس ما تيفكروش لا في طبله، والمغرب مازال ما وفروش الناس حتى الاقسام، مازال كتلقى القسم ما عندوش التراجم والبرد والناس من الدول المتقدمه عندهم الاقسام مكيفه، كتلقى القسم مكيف، يا الا كان البرد راه كيكون سخون، والا كان سخون تيكون المبردات. واش في المغرب فيه هذا الشيء؟ والمغرب مازال الاطفال كيعانيو في الاقسام، لا في الشتاء ولا في الصهد، يعني الا جينا نشوفوا مثلا في البرد كنلقاو الشراجم مهرسين، وكنلقاو دايرين لهم كرطونه، كنلقاو الاطفال مسكين جالس كيقراو لابس اي كبوط كيلقاه في الدار كيجي كيلبسو باش ويديه كازين ورجليه كازين، لا صباط مزيان، لا سبرديله مزيانه، لا يعني التعليم في المغرب حنا كلنا تعلمنا في المدارس المغربيه، حنا كلنا قرينا في المدارس المغربيه وكنعرفوا المشاكل ديال المدارس المغربيه. عاد واحد القضيه اخرى اللي نشوفوا مثلا المدارس في القرى، دوك الناس مثلا اللي كيسكنوا في القرى اللي الحظ ديالهم خلقهم انهم يعيشوا في القرى المغربيه اللي هي عباره عن ماساه، فعلا ماساه. لكن نشوفوا القرى المغربيه، يعني الناس اللي كيهضروا تيقول المغرب تقدم، سيروا شوفوا القرى المغربيه، سيروا شوفوا التعليم في القرى المغربيه، المعاناه ديال التلاميذ، المعاناه ديال الاساتذه، المعاناه ديال الاباء، يعني الجميع يعاني من هذه القضيه هذه. ولكن كنمشيو كنخرجوا كنلقاو شي وحدين تيطبلوا النظام وتيقول لك اسيدي المغرب وهادي وتقدم وحنايا 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 حنايا، يعني القضيه ما شنقول لكم. المهم اخو الاخوات، كنتمنى يعجبكم الموضوع، تبارك الله عليكم، والى موضوع اخر ويوم سعيد.